ايش احوالك يا بابا؟ والله لاباس. احكي لي الساعه سارح بالنعجات. سارح بالنعجات تاع الراجل مش تاعي. معناتها تخدم له. ليه؟ تخلص في النهار ولا ايه؟ واش يخلص فيك؟ واش يخلص فيك؟ حك نفا؟ مالا ما فيهاش سلام. خلص فيه في حك نفا؟ انا سمعت بيك راهي. يجيني هنا يجيني هنا يجيني. صاحبي صاحبي يجيني نحكي لك حكايه. يجيني يحكي لي حكايه. اسمعني بالله خليك النعجات يهربوا ولا ايه؟ الخير هذايا؟ لا ما يخليهمش يهربوا. يرقدش ويخليهم؟ لا لا ما يرقدش. لا ما يرقدش. عساس مليح يعني عساس مليح. بقديه هذاك خدام بقديه. هاي احكي لي شويه على العيشه، احكي لي شويه على الظروف. ناقصه درجه. ايش خير بالله من العيشه ذي؟ تسرح وتروح تشق فترك و... ها؟ الامور مش باهي. شنو هو الامور مش باهي؟ كيفاش؟ مصروف نتاع الدار نتاع. عندك شي وليدات؟ ها؟ تو الطقس خضار كيما هكا وانت نحس فيك بديت تحسش. اسمعني. الخضار هذا نتاع مولية نتاع تعوضية. نتاعك انت؟ لا لا. وانت ما عندكش شرد؟ ما عنديش. اش بيك ما عندكش؟ ها لا غاد. علاه؟ شوف دم ما خلتش. جدودك شنو اش كانوا لاهين يعملوا جدودك؟ كان لاهين في حاجة أخرى. استنى نجيك من هنا خلنا نحصرك. قل لي قل لي جدودك كيفاش كانوا لاهين يعملوا؟ كانوا لا لاباس عليه. لاباس عليه مون مشات الفلوس؟ فلوس ماتوا هما جدود مشات في وقت وهملت التركة. وهملت هملت التركة وخلى ذريه في بالها باش تلم. ما دام شيء. هكا. باهي احكي لي شوية كي تقوم الصباح شنو تعمل؟ صباح؟ قوم مخر شوي. وقتاش؟ مع العشرة. عشرة؟ وانا قلت هذايا مادام يسرح بالنعجات مادام يصبح على الصباح يقوم يصلي الفجر ويعملهم. لا ها شيخ مولاهم عنده خدمة. شبيك دايخ انت ساعة باب؟ تحس فيك دايخ؟ ايه شبيك دايخ؟ لا 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 اسمع لي حشيش تاي ويستيك ما نعرف انا ولا ما تشربش التاي؟ لا نفمل. لا زيدا؟ لا مال شنو؟ شنو مو الكريشة فارغة؟ الكريشة فارغة كها والدم طاح ولا تعبنا صاي؟ لا والله عندي الدم عندي السكر مش الدم. لطف عليك. والله كيفاش عندك السكر؟ والله عندي السكر وقداش مرة ولا مش بالدويد. لا مش نباتة. مجموعة السكر يتنجم تفطر ولا قالك الطبيب تفطر؟ لا نفطر لا. فهمتني؟ وهذايا وهذايا كي السكر علي نفس نعملها. لطف عليك لطف لطف عليك. لا تبقى الدواء غالي. ايه الدواء غالي تاع المعدة تاع المعدة غالي. ايه قول لي بابا احكي لي شوية على ظروفك. عندك شي ولادك؟ عندي طول واحد انا. ايه يا ربي يهديه. شبيه؟ شنو عندنا كل جمهوري؟ ها؟ عنده كل جمهوري. وعلاش؟ يأس في الليل. يأس؟ علاش تعمل لي يا ربي يهديه مال؟ ربي عينه مش ربي يهديه. ايه تعب الخلية. شو معنى تعب الخلية؟ هاك انت في الخلية زاد؟ نهاري مصلحة. هاك انت شاق الخلية هاك تبارك الله بحذا الفول وبحذا. ما يخممش الوالدين. أو الخلية من خلية. اسمعيني ما يخممش الوالدين. شبيه؟ الوالدين ما اي حاجه يبدا ناقص بها. معناتها اناني ما يخممش فيكم. وانت بابا كيفاش تلم قوت يومك؟ كيفاش تصرف؟ شنو تعمل بالضبط؟ انا هكاك مراحل مراحل مراحل. يلا كل مستر يلبس مستر. يلبس هذا وكل محضر. هكا ولا مرتك شنو؟ ما عنديش مراه. مال؟ كنتي معي. مرتك متوفية؟ لا مازالت تاكل حصان. لو يتفرجوا فينا هما غادي. كل حصان. شبيك قلبك معبي انت عليه؟ ويني هي الساعة؟ هي في تونس. وشبيك نكرت فيها الساعة؟ نكرت فيها هي نكرتني مش انا. كيفاش نكرتك؟ هاي حتى كي نمشي للحاكم جاي معها هي. ها. شكيت باهي انت؟ هاي. اي شنو عملت؟ شنو احكي لي الحكايه؟ ما واش عندها ما تعمل؟ شنو قاعده تعمل لك انت؟ شبيك متغش عليها؟ متغش عليها كاو. شبيها ما تقضيش ما تطيبش ما شنو؟ لا طيب انا نروح للدار كنت ما توسع. احكي لي. ما
شو عندي من احكي لي؟ احكي لي بالك انا نجم نعاونك هكا ان شاء الله. اي قل. فهمتني، هي تسكن في تونس. اي بقى تسكن في تونس ولا تسكن لهنا؟ انا نسكن هنا. هي ما عادش تروح تولد؟ تروح لها فوق الخمسين عام. ايش بابا فوق الخمسين عام مش جهة تفكرني تو عايش واحد وما طلقتش. هاي لا لا ولا ما بيت تطلقها لا هي ولا لا. هي ما حبتش ولا انت؟ هي ما حبتش. وعلاش ما حبتش تطلق؟ لا نحبك لا نصبر عليك صاحتي بالضبط. ما انت بقايل تحت الشجرة ذيك وهي في تونس؟ هاي في تونس. ايه عمري 50 عام لهنا. قداش عندها ما قداش عندكم معاش مع بعضكم؟ والله برشا مش نقول لك يعمل 10 15 اكثر. ولدك ما يسالش على امه ما يقولش ما انت ما يحاولش يحكي مع امه؟ صحتها مش انا صحتها صحة في الناس الكل ظاهر. ما شنو هذا؟ عندي طفل تاولد ولدي. وانت تحب تطلق باش تعاود تعرس ولا شنو؟ كبرت وماش لوجه. كانت عندك النية تعاود تعرس هكا ولا؟ باش مش نعرس. تو صاي؟ فات التران؟ فات. فات. ما عنديش فلوس. ما عندكش فلوس؟ فما بنات الحلال اللي يرضوا معناتها بعبد يعني متواضع. هكا ولا؟ اي تو انت كانت تتقدم لك امراه ولا انت تتقدم لامراه وقبلت تعرس ولا ما تعرسي؟ انا كان يبدا عندي نعرس. فالعمر فالعمر يا بابا هكا تو مش قلت لك كبرت؟ اي تو العزوز علاش تحبش تطلقك؟ دبرت واحد اخر ما خير مني ناي. لا بالحق بالحق. بالحق وراسها هكا خضار. تحكي فيها وقلبك يوجع فيك نحسك لطف عليك. خليتك انت في الاون اتونت في الانتظار. انت يا ودي عندي دار في المعقوله. ايه تم 150 بعطتها الخوها بلاش. ايه فهمتني؟ ايه مشيت عملت نخدم على راحي كونت طرف فلوس مشيت نقرشي هامل في النوجاتني. خليت دار اخرى. خذيت دار اخرى. وهاني ساكن فيها طفل معايا والكنة وولاده. اسمعني الصباح الصباح قالت لي يا عم حفيظ عندك حفيظ حفيظ شنو حفيظ؟ ولاد ولدك. هاي فهمتني قالت لي يا عم قلت لها قالت لي اللحم ما ثماش انا قلت لها المشي نتاعك واش بيه ما جيبش لا قالت لي انت تجي هذه الكنة؟ قلت له ما عندي شيء نقول جي عادي نطلع نسرع باش فيها وبليش ظهر؟ هادي هون ساعات يعطيني كل 5000 ما عشوش حتى صغير. وانت راك تكيت هكا نعجه ولا اثنين ولا علوش ولا اثنين ذبحتهم على شنب وزيت لها اللحم؟ لا 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 لا